أكيد إحنا ماشيين بخطوات فيها تطبيق العلم مع العمل. الحقيقة إحنا بنستهدف إن إحنا نكون The Limited Sky، حدودنا تكون كبيرة جدا لإعداد البطل بمشروعات يعني بنركبها مع بعض وعلى بعض كده. أحد مشروعاتنا هي اللجنة العلمية. اللجنة العلمية بتفكر باستمرار من خلال شباب علماء ومن خلال كبراء في هذا التخصص، الحقيقة إن هي علشان نوصل للمستويات العليا لازم هننافس يعني المستويات الكبيرة جدا في أوروبا وأفريقيا والمستويات المختلفة. علشان كده اللاعب على المستوى الفردي هو مشروع والفريق هو مشروع، إعداده وتأهيله علشان يكون معدلاته تختلف عن اللاعب الآخر على الناحية الفنية والخططية والبدنية والفسيولوجية والنفسية، دي كلها محددات. أصبح هناك العديد من الوظائف الأخرى زي المعد النفسي والمؤهل النفسي. الحقيقة احنا عندنا وحدة الطب الرياضي أحد يعني أجزاء هي علم النفس الرياضي، وجهت طبقا لهذا المفهوم مع اللجنة العلمية إن احنا نعد الكوادر البشرية للاستثمار فيها علشان يكون في المؤهل النفسي. دي كمان بقت أحد الوظائف اللي موجودة في السوق وهي جزء اقتصادي، يعني في برضو مصدر دخل للشباب اللي مهتم بهذا الموضوع. الحقيقة الدورة المرة دي كانت دورة كبيرة وثقيلة وفيها تخصصات من يعني متخصصين، لكن احنا ان شاء الله هنكمل معاهم علشان كل لاعب بيكون حواليه ومعاه المعد النفسي بتاعه، اخصائي التغذية، كان هنعمل في البايوميكانيكس او الميكانيكا الحيوية اللي فيها كمان بيبقى قياس لمعدلات الجسم وأدائه بالنسبة للأداء الفني، الأسيسمنت، يعني هنمشي بشكل كبير جدا على كل مفردات إعداد البطل إن شاء الله. علم النفس الرياضي مجرد سواء كان للأسوياء أو لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المنظومة الرياضية بتحكمها متغيرات كتيرة جدا لتحقيق أرقام قياسية في جميع الألعاب المختلفة، يعني التميز على المستوى العالمي والمستوى الدولي والمستوى الأولمبي. أصبحت المنافسة عالية جدا في استدعاء يعني كل ما يمكن أن يقدمه الإنسان في احتكاكات. الفارق أصبح يعني لو مسكنا مسابقات معينة مثلا، هدي مثال بسيط ليوضح الفكرة، يعني مثلا 700 متر بنتكلم في ثانية، فرق ثانية، فرق جزء من الثانية. معنى كده أن الأداء الرياضي يعني ليه احتياجات شديدة جدا وفارقة جدا في التفرقة ما بين المستويات العالية اللي هي بتتنافس على القمة. فاحنا عندنا اللياقة البدنية والكفاءة العقلية والاستعداد البدني والنواحي المورفولوجية والأنماط الجسمانية، متغيرات عديدة جدا بيصنع منها البطل الرياضي. وزارة الشباب والرياضة في بحثها عن تفاصيل تصنع الفارق وإزاي نقدر نعد ناس لاعبين على مستوى عالي في دورة باريس الأولمبية، بتحاول تستكمل كل الأبعاد اللي موجودة كده. فتعمل المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، وده لأول مرة. بالمعد ده بيغذي 27 محافظة من مراكز وزارة الشباب بالمعد النفسي، وبالتالي بنستكمل حلقة كانت مفقودة خالص في الإعداد النفسي للرياضيين. كان في معايير تم اختيار المعدين النفسيين في ضوئها، اتعملت مجموعة من الاختبارات. الأول كانوا لازم يبقوا خريجين تربية رياضية حاصلين على ماجستير أو دكتوراه علم نفس رياضي متخصص، كمان لازم اجتازوا امتحانات نظرية في كمية المعلومات اللي عندهم علشان نقدر نحط خطة التدريب بتاعتهم. وبعد كده قعدنا معاهم فريق عمل أو من الأساتذة اللي موجودين، أخذوا تدريبات إزاي هم يقدروا يتعاملوا مع اللاعبين وإيه نوع المهارات اللي ممكن ينموها للاعبين، مهارات النفسية والمهارات العقلية لمدة 6 أيام، وكل يوم كان حوالي 8 ساعات في اليوم. وكمان كان في اختبار شخصي لاختيار اللي بتتوفر فيهم السمات شخصية للقيادة في هذا المجال. معد نفس الرياضي هو الشخص المسؤول إن هو يساعد الرياضيين في التغلب على المشكلات اللي بتواجههم أثناء المنافسة. احنا بنقول إن الرياضي بدأ يدخل في منافسة رياضية هنلاقيه بدأ يحصل له مجموعة من الضغوطات، الضغوطات دي بتأثر على المستوى في الملعب، زي مثلا إن هو يتشتت،
دي احد الحاجات اللي ممكن تكون نتيجه للضغوطات. طبعا انا بساعده ان هو يحسن من ثقته بنفسه، من الكنترول، ان هو يقدر ان هو عنده يكون عنده ثقه في نفسه، كمان التزامه على المدى البعيد.